اشرف، انت قلت لي انه الانتحار تم تجهيزه خارج البلاد، والخبر طبعا بيقول ان تم جمع اشلاء هذا الانتحاري والتحفظ عليه لاخذ عين الدي ان ايه للتعرف على هويته. هل من يعني اشارات مبدئيه تشير الى هويه هذا الارهابي، ولا ما عندكش اخبار بهذا الصدد؟ لا، في الواقع دينا الدي ان ايه طبعا هو الفيصل في هذا الامر، لان دي اشلاء فصعب جدا التعرف عليه، فممكن يكون احد التكريم. ولكن طريقه التجهيز، طريقه الهجوم الارهابي في حد ذاته، وكان في اكتر من هجوم تزامنوا في وقت واحد، يعني هل في من اشاره لاي الجماعات الارهابيه، او انه زي ما انت قلت انه تم تجهيزهم خارج البلاد، هل في اشاره يعني بتديها لنوعيه او مصدر هذه المتفجرات او هويه هذا الارهابي، اسلوب التفجير؟ دينا، اقرب نقطه موجوده في سيناء هي قطاع غزه، فقطاع غزه طبعا في عناصر فلسطينيه شاركت في كرم القواديس، وايضا في عناصر فلسطينيه شاركت امس. احنا بنتكلم على التكفيري اللي بيضرب قذيفة الاربجي لا يجيد التصويب تماما نهائيا، بدليل ان كتيبة حرس الحدود سبق استهدافها بقذائف اربجي من فترة تتذكرين، والقذائف سقطت على سوق تجاري واستشهد 8 مدنيين من اهل العريش، لان هم ليس لديهم دقة في التصويب. لكن امس الذي كان يطلق قذائف الهاون ليس عنصرا من سيناء، انها عنصرا فلسطينيا متدرب على تدقيق او تصويب وتوجيه قذيفة الاربجي، هو قذيفة الهاون. لذلك هو اجاد تصويب على الكتيبة وعلى عدة نقاط أمنية في مدينة العريش، منها استراحة ضباط الشرطة بجوار ميناء العريش. فطبعا هو وطبعا القصة كلها في مدينة العريش هي سيارة مفخخة وإطلاق قذائف من الخارج دون التحام مباشر، لكن الالتحام المباشر كان موجود في رفح وشيخ زويد في نفس التوقيت، يعني كان كمين يعني عدة أكمنة عسكرية تم استهدافها في توقيت واحد، وإطلاق قذائف هاون عليها وإطلاق النيران عليها من عناصر. طيب أشرف عليها. أشرف لو سمحت معلش هقولك سؤال أخير بس بشكل سريع عشان يعني الوقت محدود. الإعلام المعادي وعلى رأسه الجزيرة ذاع مشاهد مباشرة، ذاعوها بعد العملية بعشر دقائق، مشاهد مباشرة لعمليات التفجير دي، من أين حصلوا عليها؟ هل في أي جهة أعلنت مسؤوليتها أو بعتت الفيديوهات دي وبتروجها إعلاميا؟ يعني عندك معلومات في هذا الموضوع؟ هو للأسف طبعا قناة الجزيرة لها بعض العملاء من مندوبين لها موجودين في رفح والشيخ زويد والعريش، وطبعا الناس دي بتبقى عندها خلفية عن هذه العمليات أو ما شابه ذلك، أنها تكون في وضع الاستعداد للتصوير في نقاط معينة، أو يتم توزيع هؤلاء المندوبين في مناطق معينة أو نقاط معينة قبل حدوث الحادث بوقت قليل. فطبعا احنا قلنا أن في أطراف دولية مشاركة طبعا. بشكرك جدا أشرف سويلم مراسلنا من شمال سيناء، وبنتقل للحاج رزق عبد السلام عم الشهيد نقيب محمد عادل رزق، أحد شهداء هذا الحادث الإرهابي الآثم، وهو من محافظة السويس ومن شهداء الكتيبة 101 في المنطقة الأمنية في العريش. أهلا بك حاج رزق، تعزينا ومصابنا. هو نفس مصابك، هو مصاب الوطن وهم شهداء الواجب وشهداء هذا الوطن في هذه المعركة الممتدة. ما نعرفش حاج رزق المعركة هتنتهي إمتى، أو كم من الأرواح ستحصد في طريق حصولنا على بلدنا واسترجاعنا لأمنها واستقرارها كاملا وتطهير أرض سيناء إن شاء الله من دنس هذا الإرهاب الأسود. تعزينا ليك ولكل أسرتك.